شر بؤرة انتشار، هذا ما صورته جريدة الأخبار في عنوانها إثر ارتفاع مفاجئ في عدد المصابين في بشري والقضاء. ولكن بعد زيارة وزير الصحة الدكتور حمد حسن ميدانياً إلى البلدة تبين زيف هذه الأخبار. بالأرقام سجلت بشري وبلدات القضاء معاً 47 إصابة، واحدة فقط منها خطرة. أما بالصورة فشوارع البلدة يخيم عليها الضباب والسكون، وفي البيوت الجميع يعمل من دون كلل للمحافظة على أمن البلدة الصحي. فهل حقيقة بشري بلدة موبوءة؟ بلدة بشري مش موبوءة، لأنه الحالات الطبية اللي انوجدت هي حالات محدودة وانكشفت من ضمن خطة استراتيجية عملتها مستشفى بشري الحكومة للمسح أكبر قدر ممكن. لماذا الأرقام مرتفعة في بشري؟ لأنه كمية الفحوصات تيست البي سي آر اللي انعملت هي كمية أكثر من غير مدن وضياع. في بشري مستشفيان حكوميان، الأول قديم وهو مستشفى ماريوحنا، وقد أهلته البلدية وحولته إلى مستشفى خاص للمصابين بالفيروس تحت إشراف أطباء مستشفى بشري الحكومي، حيث غرفة العمليات التي تراقب وتنفذ خطة الطوارئ الصحية. لما معالي الوزير إجا وشاف على الأرض فعلا شوفي تفاجأ كتير وحمل معه من هون اطمئنان. قسم الأشعة بالمستشفى مع الأطباء مع خلية الأزمة عم بيشخصوا الحالات ديركت سريريا، أول شيء عم ينعمل سكان، أوقات سكان عم بتدلنا إنه الحالة يمكن شوي متقدمة تبع المريض أو يمكن منيح. في أشخاص عندهم بي سي آر عم يطلع بوزيتيف وسكان نظيفي أو العكس صحيح. وهل الإعلان عن عدد الإصابات أمر يدعو إلى الخوف وبالتالي إلى عزل البلدة أو مدن في القضاء؟ كل إمكانياتنا بتصرف وزير الصحة، بيطلب منا عزل بشري بنعزل بشري، بيطلب منا عزل أحياء بنعزل أحياء. هيدا القرار بإيد وزير الصحة. إذن بشري مستعدة لمواجهة الفيروس ومحصنة، ولائحة الإجراءات الوقائية المطبقة فيها طويلة وبعيدة المدى. تأمن للمستشفى دونيترز من لبنان ومن برات لبنان حوالي 800 بي سي آر في أول أيار. تيست رابيد مفروض يكون صار متوفر بلبنان وتكون صار وقته ينعمل هذا التيست رابيد. كمان في جهة عم تجرب بتأمن بس يصير افيلبل الرابيد تيست للمنطقة. إذن ما سجل في بشري من فحوص متقدمة وكثيفة أدت إلى الكشف عن عدد أكبر من المصابين، وهذا يشكل البداية الفعالة لمواجهة الفيروس، ولا يجوز بالتالي محاسبة الشفافية وتحويلها إلى تهمة ترمى في زواريب الاستغلال السياسي.